فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي نحكيو على السياسة. أكيد الأحداث تسارع في فريق عاصمة الجنوب، برشا أخبار وبرشا جديد في السياسة. معنا من صفاقس مراسلنا في الجهة فاضل أبو جنيح. فاضل أهلا بك. مرحبا بك سلام، مرحبا بكل المستمعين. شنو أحوالك؟ شنو الأمور خويا؟ شنو الطقس غادي في صفاقس؟ لا لاباس، الدنيا سخونه كما تونس كامله، بون سخونه كرويا وسخونه حتى مناخيا لهنا في صفاقس. كنت حكيت انت على احداث المتسارعه اسلام، بالفعل الاحداث في صفاقس لهنا متسارعه. نعرف الناس كلها تتبع فريق النادي الرياضي الصفاقسي لهنا، الاغلبيه نتاع الجماهير الرياضيه، معناها شبه الصدمه هذه اللي تلقاها الشارع الرياضي معناها ثلاثة ايام التالي تقريبا. الخبر هذا كما نعرف الناس كل معناها قالت كل من حمادي الدو وسيد معز مستيري من كرة من أكبر كرة قدم في النادي الرياضي الصفاقسي. نعرف حمادي الدو كان هو المدرب، معز المستيري هو رئيس فرع كرة القدم. دونك كما قلت انت الاحداث هذه المتسارعه معناها النجم نقولوا انه ما زالت ثم احداث اخرى بالسير، كما اشرنا في اكسبريس افام انه من المنتظر انه معناها بين الفينه والاخرى ومعناها من هنا الاسبوع القادم ان شاء الله يشيل المدرب الجديد، المدرب ديجان ارسوف، هذا المدرب الصربي المدرب السابق الفريق الاهلي بنغازي الليبي. نعرفوا انه المدرب هذا معناه تقريبا الاداء تاع اهلي بنغازي الليبي معناه كان ممتاز جدا تحت اشراف المدرب هذا. المدرب ترك اهلي بنغازي الليبي في الصداره تاع البطوله الليبيه بعد 16 مباراه ب 44 نقطه، الفريق الثاني بعيد عليه 6 نقاط ب 38 نقطه. دونك المدرب هذا كان الاتصالات اسلام هذا نجم ناكدوه على اكسبريس افام اللي هي ماهيش جديده، معناها ماهيش وليده الجمعه هذه معناها وقع الحسم فيها، لكن الاتصالات كانت سابقه معناها تقريبا منذ فتره. النادي الرياضي الصفاقسي اتصل بالمدرب هذا ديجان ارسوف، وكما قلت لك معناها كان ثم اتفاق بين الزوز اطراف انه باش يشرف هو باش يكون هو المشرف على فريق النادي الرياضي الصفاقسي بغض النظر على نتيجه نهائي الكاس اللي كان لعبها النادي الصفاقسي امام النادي الافريقي اسلام. هذا معناها اللي نجم ناكده لك الاخبار. المدرب ومؤكد باش يكون هو تو 100% معناها. انا النجم ناكد لك اللي معناها التقريب هو اللي باش يكون اسلام المدرب نتاع النادي الرياضي الصفاقسي في الموسم الرياضي الجديد، ومعناها كما قلت لك معناها دي سي ان سمان اسبوع اخر ان شاء الله يجي للصفاقس ويقع توقيع معناها العقد، ومعناها باش يكون مصوب هو المدرب هذا يمكن بالمساعد نتاعو ومدرب الحراس في انتظار البت في بقيه افراد الطاقم الفني للفريق اسلام. باهي فاضل، نعرف انت مطلع برشا على الكواليس تاع السي اس اس وقريب من مصادر الاخبار في صفاقس. بصراحه الجمهور يسال والناس الكل مش فاهم الى حد الان شنو هي اسباب التخلي على الزوز على معز المستيري وحمادي الدو. سلام معناها هذه من الامور حقيقه اللي قعدت معناها لهنا مش واضحه في صفاقس، من معناها الاسباب اللي وراي قالت كل من حمادي الدو معز المستيري، لكن معناها ثم عباد تتحدث الاخبار مش مؤكده. انا برشا عباد يتحدثوا انه مثلا من اسباب قالت حمادي الدو كما قلت لك الاتصالات، انا شخصيا علمي بها عندها معناها فتره كبيره الاتصالات مع المدرب هذا الصربي نتاع مدرب اهلي بنغازي الليبي ارسوف كما قلت لك. لهنا ثم عباد تتحدث انه بعض المباراه خاصه النكسه امام فريق مستقبل الرجيش، نعرفوا ان النادي الرياضي الصفاقسي وقتها قدم معناها شوط اول ممتاز جدا، في الشوط الثاني كان معناها رجع عليه في سكور فريق الرجيش 3-1. ثم شكون معناها يتحدث انه من المباراه هذه كان تلقى معناها الاداره انطلقت في البحث على مدرب جديد. بالنسبه للسيد معناها معز المستيري كان خدم معناها بقلبه وربه، كان اعطاه من وقته اعطاه من جهده اعطاه حتى من ماله، وكان وقف مع الفريق في الازمه هذه. لكن نعرفوا انه سيد معز المستيري سبق وانه انسحب معناها من الفرع من فرع كره قدم في المده الفارطه، وبعد تالي عاود رجع بعد الازمه الصحيه اللي مر بها سيد منصف خماخم. نعرفوا انه العلاقه اللي متاكد منها ان العلاقه بينه وبين سيد منصف خماخم علاقه احترام، معناها زوز هذوما مسؤولين رئيس الجمعيه ولا رئيس فرع كره قدم معناها يتفاهموا مع بعضهم. الاسباب الخفيه معناها اسلام وراء الاقاله هذه معناها تقريبا معناها اسباب يمكن ضخ دماء جديده في الهيئه المديره معناها، لكن كما قلت لك هذه ما ينفيش انه العلاقه هي ممتازه بين زوز اطراف في انتظار ما تبوح به الايام الجايه اسلام حول معناها الخفيه ممتازه بين زوز اطراف. شكون زوز اطراف؟
اللي حكيت لك عليهم رئيس الفريق ومعناها ورئيس فرع كرة قدم. معناها ما كانت فما تقريبا حتى اشكالية بيناتهم. فما بعض الاخبار الفاضل تقول ما عرفتش تاكدها لي ولا لا، الكلام اللي يتقال في التاسعة ظهر لي في حضورهم بعض الكاس ظهر لي قلق شوية وما عجبش برشا المنصف خماخم رئيس النادي على ذاك اتخذ ديسيزيون تاع الإقالة. فما شكون يتحدث بالفعل حتى في الساقف لهنا فما برشا من الناس يتحدثوا وبرشا حباء يتحدثوا على انه الظهور الاعلامي نتاع معاذ المستيري في قناه التاسعة وكان من الاسباب اللي ادت الى الاقاله نتاعو، لكن كما قلت لك ما نتخيلش هذاك السبب اللي باش يكون هو النقطه اللي افاضت الكاس، يمكن يكون ثم اسباب اخرى. الاسباب الاخرى هذه معناها في حال معناها الكشف عليها معناها باذن الله باش يقع كشفها للراي العام اسلام، وكما قلت لك معناها لكن هذا ما ينفيش حتى بعد الظهور نتاعو في التاسعة ما ينفيش علاقة الاحترام بين زوج اطراف رئيس الفرع معاذ المستيري وسيد منصف خماخم رئيس الفريق اسلام. ما حتى حد بينكر الخدمة الكبيرة اللي خدمها معاذ المستيري وحتى الظهور نتاعو، باستثناء الحديث على بعض معناها الاشكاليات المادية ومعناها النقطة اللي انت اثرتها خاصة وقت اللي يتكلم انه عد الملاعبين على الوعود بمستحقات، لكن بعد ذلك قال لك انا العباد معناها سفتني وخرجت السيما. معناها يقصد لنا معاذ المستيري انه معناها لا هي المديرة ونعرفه خاصة رئيس الفريق ولا النائب الاول متاعه معناها ما مكنوش من المستحقات معناها باش يمشي معناها ينفذ الوعود نتاعو مع الملاعبيه. دونك ابار الظهور نتاعو كان معناها ابار النقطه هذه، لكن الظهور نتاعو الاخر كان استحسن الشارع الرياضي للساقف خاصه وقت الاحكاء على المظالم التحكيميه ولا وقت الاحكاء على المشاكل التنظيميه في النهائي نتاع جربه. معناها الناس كلها شادت بها. فما شكون يقول حتى شكر لطفي عبد الناظر ما عجبش المنصف 5 هذه يا اسلام؟ نعرف انه بالعكس سيد منصف خماخم معناها في الفتره الفارطه معناها كان زاره لطفي عبد الناظر حتى في المنزل نتاعو. لطفي عبد الناظر كان من رجالات النادي اللي وقفوا معناها في المده الفارطه، وكان تحول الساقف خصيصا للجلسه اللي وقعت في عهد النزل معناها اللي لمت كبارات الفريق والرؤساء السابقين. وسيد لطفي عبد الناظر نعطيك حاجه، حتى بعد معناها حصول النادي الساقفي على اللقب كان وعده باش يعطي مبلغ صغير معناها مبلغ من المال، مش كبير المبلغ لكن باش يعطي باش يمكن الهيئه المديره مبلغ صغير، وكان معناها وطبيعي معناها كان من الناس اللي وقفت مع الفريق، وكان ذكره هو سيد معاذ المستيري وذكره وذكر ايضا الرئيس السابق السيد المنصف السلامي. لكن العلاقه بين الزوج اطراف مش متشنجه، وبالدليل نعطيك انا حاجه يجهلوها يمكن الانصار. السيد منصف خماخم كان متواجد خارج الحدود يوم النهائي اسلام، روح لتونس النهائي نهار الاحد. السيد منصف خماخم روح لتونس نهار اثنين بحتر بعد الرحله العلاجيه نتاعو، ويوم الاثنين كان مرفوق بالسيد لطفي عبد الناظر، هو اللي تلاها به في المطار السيد لطفي عبد الناظر، وروحوا مع بعضهم من باريس الزوز في نفس الطياره. والسيد لطفي عبد الناظر كان هو واقف مع السيد منصف خماخم وقام تقريب هو بجميع الاجراءات، وكان سهل السفر للسيد المنصف خماخم. نعرف ان المنصف خماخم معناها عنده واقع صحيح، كان السيد لطفي عبد الناظر هو اللي رافقه في رحله العوده من فرنسا. دونك ما نتخيلش انه لطفي عبد الناظر هو اللي كان السبب معناها في الخروج نتاع معز المستيري. دونك هذه من اسباب نجم نقول لك اللي معناها يلزم يتضع اي نحب نوضحوها هو كلام قاعد يتداول نشوف فيه في صفحات الحبايب وحتى بجمهور السي اس اس، ماذا بينا نوضحوها شنو الصحيح من الغلط. بالفعل تفضل ميسي شنو تحب تقول؟ كما قلت لك اسلام معناها باش نلخصوا معناها انت قلت الظهور نتاعو في التاسعه، قلت لك انا الظهور في التاسعه كان ايجابي في المجمل نتاع سيد معاذ المستيري، لكن النقطه يمكن نجم تكون معناها اثارت بعض الحساسيات هي نقطه وقت الاحكاء المستحقات الماليه نتاع الملاعبيه. اما ابار سا معناها الاسباب الاخرى معناها باذن الله على اكسبريس افهم معناها وقت اللي نتحصلوا على المعلومه الاكيده وراء اقاله السيد معز المستيري باذن الله ان شاء الله تونك شوية للراي العام الرياضي. بالنسبه للافكتيف فاضل شنو عندك معلومات؟ تكون قاعد تكون خارج؟ شنو المراكز المحتاجه للفريق؟ بون شكون خارج نعرفوا الناس الكل معناها تقريبا هي واضحه، ثم غربله باش تصير، ثم معناها برشا ملاعبيه باش يغادروا. نعرفوا انه حسام بن علي معناها وقع فسخ العقد نتاعو من طرف لجنه النزاعات في الجامعه التونسيه لكره القدم، وبالتالي اصبح حر. نعرفوا انه محمد علي جويني مش باش يقع تجديد العقد نتاعو، كيف اللاعب كينغسلي سوكاري معناها اكيد جدا مش باش يجدد العقد نتاعو مع النادي الرياضي الساقفي، وهذا القرار معناها قرار تقريبا بالاجماع هذا معناها بين الانصار والاطار الفني وحتى الاطار الاداري. سوكري ياخذ في شهريه كبيره وتقريب معناها
مع صفر في معناه مردود، معناه المردود نتاعو محير ومحير جدا. ايدو ما نعرفوا انه وكيل اعمال سكري وايدو مضى به زوز ملاعبيه يبداو زوز مع بعضهم في نفس الجمعيه، لكن نادي السقفي اذا كان الطلبات معناها الماليه نتاع ايدو ينجم يواصل ايدو، لكن غالب الظن انه باش يقع التخلي حتى على ايدو. اسلام نعرفوا انه نادي السقفي عنده اللاعب الشاب هذا عثمان كمارا ملاعبي كبير، معناها كبير وكبير برشا الملاعب هذا، وكان ظهر بوتنسيال كبير في المباريات اللي خاضها مع الفريق، وكان سجل اهداف معناها جميله وممتازه، خاصه الهدف نتاعه ضد النجم الرياضي الساحلي في سباق البطوله لهنا في الساقس. معناها كما قلت لك الملاعب هذا باش يقع معناها منحه الوقت اللازم وباش يقع التعويل عليه في الموسم الرياضي الجديد. بالنسبه للاعب فراس شواط النجم نقولوا انه ينجم يغادر حظيره النادي السافي، خاصه وانه ثم بعض العروض من بعض الانديه خاصه في تركيا. اسلام ينجم معناها ينجم يكون مش موجود ضمن الرصيد البشري للفريق في الموسم القادم. نعرف انه النادي السافي باش يخلص الجامعه التونسيه لكره قدم في المستحقات نتاعه، وبالتالي باش ينجم يأهل الملاعبيه نتاعو. الملاعبيه هذوما تقريبا باش يكون الثلاثي فيهم متواجد انس الشبلي وفرج الغيظان فارس ناجي اللي انتدبهم نادي السقفي في الشتوية الفارطة في الميركاتو الشتوي. وزاد النادي السقفي باش يقوم ببعض العمليات مش كبيرة في الانتدابات، لكن بعض معناها الانتدابات في مراكز حساسة ومطلوبة في النادي السقفي. نجم نقول لك المركز الأول هو مركز صانع الألعاب، وثم اتصالات مع أحد اللاعبين البرة من تونس، كيف ثم اتصالات مع ملاعبي روليير. الملاعبي هذه روليير إسلام معناها تقريب من أحد الدول في جنوب الصحراء دول جنوب الصحراء الكبرى، وثم لاعب رواق إسلام زاد من أحد بلدان شمال أفريقيا. الملاعبي هذه الثلاثي هذوما قاعدين في اتصالات مع النادي السفاري من تونس. هذوما تقريبا الثلاثي الاجنبي من تونس، ما تخيلش على خاطر النادي السقفي تقريبا جميع المراكز معناها اللي ناقص فيها افكتيف موجوده فيها اللاعبيه في قلب الدفاع. ثم معناها العديد من اللاعبين الواعدين، معناها حسام الدقدوق نجم تقول، احمد عمار، اي لكن مثلا عمناهم فما استابيليتي، كل مره نشوفوا ديو في الدفاع على ذكا النجم خلف شويه اشكال في المباريات الاولى ما كانتش ثم استابيليتي، لكن بعد تالي معناها تقريبا وقت اللي خذا طون جو نتاعو احمد عمار ولا حتى نور الزمان زموري اللي عانى شويه من اصابه، كان ثم معناها كان ركح شويه الديفونس نتاع النادي السفاقسي. تقريبا حسام الدقدوق معناها تيتيلير انتو شابل تو اصبح في النادي السفاقسي في انتظار، معناها كيما قلت لك انا اكسيال واحد اخر يكون معاه، ينجم يكون زموري، ينجم يكون اللاعب احمد عمار. ما عادش عندي برشا وقت، خلينا نحكيو عن اللاعبين اللي انتهت عقودهم، مثلا محمد علي منصر على غرام نعرف فما فرق كبيرة تبع فيه باش يجدوا ولا لا هذوما الثنائي هذوما، وشكون اخر ايضا انتهوا عقودهم؟ هذوما تقريبا الملاعبين اللي سميتهم لك انت، اللي سميتهم انت تو، نزيدوهم سكري، نزيدوهم ايدو، نزيدوهم حسن بن علي، نزيدوهم جويني. دونك تقريبا ماني قلت لك انا جويني معناها ماهوش باش يقعد. بالنسبه لمنصر وعلي غرام، على غرام في مفاوضات مع النادي السقفي. كيف محمد علي منصر كيما ينجم يقعد كيما ينجم يغادر الفريق، عنده بعض العروض البرة ينجم يكون موجود، خاصه انه لاعب مؤطر. اللاعب هذا ومهم في الفيستير نتاع الفريق، لاعب معناها ديما يأطر في الملاعبيه ويأطر في اصحابه، معناها جينيرو على فوق ترا، معناها الدور نتاعو نجم نقولوا معنوي اكثر منه دور رياضي. دونك معناها كيما ينجم يقعد كيما ينجم يغادر اللاعب محمد علي منصر. لكن بالنسبه للملاعبيه الملاعب الشاب على غرام معناها في اتصالات متقدمه، وان شاء الله باش يقع تجديد العقد نتاعو. وعلى غرام كي يرجع معناها في انوتر اكسيال باش يكون موجود في النادي السابق. عندك فكره وقتاش يوصل الستاف الجديد؟ قلت لك التحضيرات نتاع النادي السقفي اسلام باش ترجع نهار اثنين. ستاف جديد كما قلت لك في غضون الاسبوع القادم باش يكون متواجد في السقف المدرب الاول، ونجم يجيو حتى المساعدين نتاعو معاه اسلام، وبالتالي ينطلق ديريكت في العمل نتاعو مع الفريق. باش تم الابقاء على هيكل الجمامدي الهيبري وسيم معلا ولا مش بالنسبه لهيكل الجمامديه باش يكون متواجد مع الفريق الجديد. المدرب هذا كما قلت لك باش يجي معاه مدرب حراس، وباش يجي معاه ان ادجوان، وينجم يكون متواجد معاهم المعد البدني وسيم معلا. نقطة تفكرتها توا، فما كلام على خلافات بين حمادي الدو وسيم معلا، تنجم تكون من اسباب القطيعة مع حمادي الدو ولا لا ما عندوش علاقة؟
لا لا انا ذكرت لك هي مثلا المشاكل الاشكاليات اللي خرجت بين وسيم معلة وحمادي تو هي خرجت، لكن الاتصالات كانت سابقه معناها مع المدرب الصربي اسلام، وتقريبا نادر الرياضي الشخصي عنده اسابيع من اللي اتصل كما قلت لك، معناها يرجع حتى للمباريات البطوله من معناها من الفا نتاع الشامبيونا والنادي الشخصي في اتصالات مع مدرب اهلي بنغازي اسلام. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك فاضل بوجناح على كل هذه التفاصيل. دونك ايضا خذينا اهم الاخبار في السي اس اس، الملاعبين المغادره، الملاعبين اللي جايه، الملاعبين انتهوا عقودهم، الستاف تكنيك جديد، اسباب التخلي عن المعز المستيري، كذلك حمادي الدو. تقريبا جبنا على كل شيء مع مراسلنا في صفاقس فاضل ابو جناح، يعطيه الصحه كي داخل اخبار السي اس اس. لقاهم يوميا على موجاتنا في اكسبريس اف ام، كل ما فما جديد اكيد نمدوكم به في فير بلاي يوميا من الاثنين حتى الجمعه على كل الاخبار. وبعد مواصلين فهبلي برشا ضيوف عنا استناونا حتى الخمسة متاع عشية.